السلام عليكم ورحمة الله، ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. معاكم دكتور أسامة عارف، استشارة طب الأطفال وحديث الولادة ببور سعيد. وسؤال قبل الفطار، السؤال النهاردة كان أم عندها طفل 2 ونص، والطفل جاي له إسهال شديد جدا من امبارح. من الأخذ الهيستوري والتاريخ المرضي للطفل تلاقينا إن هو كان واكل كمية بطيخ كتيرة إمبارح. هل البطيخ ممكن يعمل نزلة معوية أو يعمل إسهال؟ الحقيقة البطيخ أنا بقالي حوالي 3 أيام ملاحظ فيه حالات كتيرة جدا مرتبطة بأكل بطيخ عند بعض الأطفال نتيجة كمية البطيخ اللي كلوها وبداية الموسم بتاع البطيخ. هل البطيخ فيه رشة؟ هل فيه كيماوي؟ هل فيه هرمونات؟ هل فيه، ما أقدرش أقول الكلام ده، لكن البطيخ فيه مادة اسمها سوربيتول، وده نوع من أنواع السكريات الطبيعية اللي موجودة. لو زادت عن حدها سوربيتول ممكن يعمل دايريا ويمكن يعمل إسهال عند بعض الأطفال. الكميات اللي بياكلها الاطفال، لان البطيخ في اول الموسم بيبقى طعمه حلو وجذاب جدا فبياكلوا كميه كبيره، الكميه نفسها ممكن تعمل اسهال. لكن ممكن البطيخ واي فاكهه واي خضار يتلوث بالسالمونيلا اثناء الزراعه بتاعته او اثناء نقله اثناء تداوله، والسالمونيلا دي بتعمل نوع من انواع النزلات المعويه الشديده، بيبقى معاها حراره وترجيع واسهال. طيب ناكل بطيخ ولا ناكلش بطيخ؟ لا، انا رايي ان احنا ما نستعجلش قوي في قرار بطيخ في اول الموسم، نستنى شويه لما بياخد وضعه كويس وبيبقى في نص الموسم او في بدايته عدت شويه بيكون الامور احسن من حيث نضج البطيخ نفسه، نضجه من حيث الكميات اللي هناكلها. طب ايه الكميه المسموح باليوم ناكلها؟ حوالي 300 جرام، اللي هي حوالي شقه او شقفه او حاجه زي ما انتوا بتقولوا كده، اللي هي الكميات البسيطه. لكن للاسف الشديد البطيخ جذاب، وانس انه بيتقطع وبقى ساقع والجو حر، الناس بتضرب فيه جامد فبيحصل النزلات المعوية. خلي بالنا من البطيخ اليومين دول، ما نفرطش في استخدامه ويستحسن نأجل شوية بداية البطيخ. أطيب تمنيات لحضراتكم لأطفالكم بالصحة والعافية. شكرا.